ازيكم عاملين ايه؟ معاكم دكتور كون. الفيديو ده تاني فيديو في سلسلة شرح لغة سي. في الفيديو ده هشرح حاجة مهمة جدا جدا جدا، فياريت تركزوا معايا. يلا بينا نبتدي. هنعمل ايه النهاردة؟ هنشرح أهم حاجة في سلسلة سي وهي Data Types. Data Types في السي، Data Types غرضها هي تحديد نوع الفاريبل. مثال انت صابع المحشي. في المثال اللي فات حددنا صابع المحشي هي variable من نوع int وهي integer. أكثر الداتا تايبس استخداما: int اللي مساحته 4 bytes، short int اللي مساحته 2 bytes، long int اللي مساحته 4 bytes and so on. كتبت كل حاجة اللي هي أكثر استخداما وجنبيها المساحة بتاعتها in bytes. int بتستخدم للأعداد الصحيحة ومساحتها 4 bytes. الأعداد الصحيحة دي اللي هي whole numbers. مثال int صابع المحشي. تقدر تكتب اكتر من ايدنتيفاير واحد، والكلام ده برضو ينطبق على كل الداتا تايبس مش الانت بس، يعني فلوت ودبل وكار والكلام ده كله. مثال انت صابع المحشي وبيبل وتشيرز. بدل ما انت تقعد تكتب انت مثلا صابع المحشي سيمي كولون بعد كده دوس انتر، انت بيبل سيمي كولون بعد كده دوس انتر، انت تشيرز سيمي كولون بعد كده دوس انتر، بدل ما انت تكتبهم تحت بعض وده هياخد وقت ومجهود وهياخد لاينز كتير، تقدر تكتبهم في لاين واحد وما بينهم فاصل. انت ممكن قيمته تساوي من سالب الرقم الطويل ده، لا مش هقراه عشان اعرف ان انا هغلط، لحد موجب نفس الرقم. الفورمات سبيسيفاير، وهنفهم الفورمات سبيسيفاير ده عبارة عن ايه قدام واحنا ماشيين في الكورس. الخاص بانت هو نسبة دي float and double. الفلوت والدبل بيستخدموا للأعداد العشرية اللي هما decimal numbers ومساحتهم 4 و 8 بايت. 4 دي للفلوت و 8 دي للدبل. مثال float salary و double salary الاتنين للأعداد العشرية. دقة مساحة الدبل هي ضعف دقة مساحة الفلوت زي ما احنا لاحظنا في السطر الاولاني. الفورمات سبيسيفاير الخاص بفلوت هو نسبة F والدبل هو نسبة LF. الكار، الكار بتستخدم للحروف ومساحتها 1 بايت. مثال كار letter. الفورمات سبيسيفاير الخاص بكار هو نسبة C. ممكن الكار تستخدم لكلمات وليها طريقة معينة وليها فورمات سبيسيفاير خاص بيها، هنشرحه قدام واحنا ماشيين في الكورس. الفويد، الفويد معناه حرفيا ولا حاجة. ما ينفعش تستخدم فويد كفاريبل عشان فويد هي حاجة ولا حاجة اساسا، او حاجة من غير قيمة، اما فاريبل فهي حاجة ليها قيمة، فما ينفعش تستخدم الاثنين مع بعض. فويد بتستخدم في الاغلب بس للفانكشنز، وهنتعلم ازاي نستخدم فويد وفانكشنز قدام. long and short. لو عايز تستخدم رقم كبير استخدم long او long long قبل int، يعني انت تكتب long او int او long long int. long ممكن يوصل الانتجر لموجب او سالب الرقم الطويل ده اللي انا مش هقدر برضه عشان في الغلط هغلط، و long long ممكن يوصل الانتجر ل positive or negative 2 to the power of 63 وده رقم كبير جدا. لو عايز تستخدم رقم صغير استخدم short. ممكن حد يقولي وانا ممكن عاوز لي استخدم رقم صغير، انت مثلا شورت انت بتاخد مساحة صغيرة في الكود، فده بيسرع عملية البروسيسنج للكود، وانت لما تيجي مثلا تكتب كود مثلا مليون او الف سطر انك تستخدم شورت انت ده هيقلل لك حجم الكود بطريقة غير طبيعية. انت احنا بنتكلم في ميجا بايت او جيجا بايت، انت بتتكلم في ممكن كود يوصل لمليون سطر وانت تستخدم ارقام صغيرة فمش محتاج الارقام الكبيرة، فبتقلل المساحة بتاعت الكود وتسرع سرعة البروسيسنج. شورت ممكن يوصل الانتجر لبوزيتيف او نيجاتيف 32768، ده انا عرفت اقراه عشان كده قريته. ممكن تحذف انت بعد لونج او لونج لونج او شورت، يعني انت مش محتاج تكتب انت بعدين، انت لو كتبتهم بس البرنامج هيعمل يعني هيعتبرهم لونج انت او لونج لونج انت، فمش محتاج تكتب انت. اكزامبل على سايز اوف. سايز اوف دي انت لما مثلا تكتب اي حرف او اي مثلا انت ممكن نكتب في النص هنا short a او short b وهيظهر لنا السايز بتاع الداتا تايب ده. هنكتب دلوقتي الكود، هنعمل include studio.h بعد كده int main افتح قوسين وما تكتبش جواهم حاجة، بعد كده افتح القوس المعوج ده وهنكتب تحت return، بعد كده نقفل القوس. ده اللي standard form لأي برنامج في سي، وهنتعلم برضو ازاي نكتب كودينج قدام. short a long b long long c long double d.
بالك احنا كتبنا function بسيطة ان هو يعمل لنا print ل size of short يساوي ال format specifier، وهنتعلم برضو نستخدمها ازاي قدام في الكورس bytes، وال format specifier ده في الاخر هيكتب هنا في الرقم ده size of a. مثلا ال output هيطلع size of short يساوي 2 بايت. تحت احنا قلنا ان size of long يساوي النسبة دي، وهيكتب لي رقم في النسبة دي اللي هو size of b، b دي هي long b، هيكتب لي هنا size of long يساوي 4 bytes and so on. فانت لو عايز تشيك على size اي data type انت ممكن بكل بساطة تستخدم size of، وهيقول لك size بتاعه in bytes. signed and unsigned. signed معناه ان variable بيشيل قيمة سالب او موجب، اما ال unsigned معناه ان ال variable بيشيل قيمة صفر او موجب بس، ما ينفعش يشيل سالب. مثال unsigned int x و int y، انا عندي هنا x مش هيقدر يشيل غير قيمة صفر او موجب، ما ينفعش يشيل قيمة اقل من كده بالسالب. int y اللي هي دي by default signed، مش لازم اكتب signed قبل int، تقدر تشيل قيمة سالب او موجب او حتى صفر. البول. البول يقدر يخزن قيمتين بس وهما true او false. قيمة false بتساوي صفر، وقيمة true دايما بتساوي قيمة غير صفر، بس لازم تعمل include ليس stdbool.h، وهنفهم ازاي نعمل include وهنفهم الغرض منه قدام واحنا ماشيين في الكورس. مثال بول x يساوي true. في الاغلب بول بتستخدم في ال if else statements، وهنفهم ايه برضو ال if else statements دي قدام. sorry if else. enum. الenum هي نوع من الداتا بس المستخدم هو اللي بيعرفها. مثال enum members احمد ومحمد وعمر وكريم وعلي. في اللاين ده انا خصصت ان احمد ومحمد وعمر وكريم وعلي التايب بتاعهم هما members، انا اللي حددت النوع بتاعهم. قيمة الترم الاولاني اللي هو احمد دايما بتبقى صفر، وقيمة الترم التاني اللي بعديه على طول دايما بتبقى واحد، وعمر بيبقى اتنين، كريم بيبقى تلاتة، وعلي بيبقى اربعة، الا لو انا غيرتهم يدويا. example all enum. هنعمل include studio.h، بعد كده هنكتب enum members احمد ومحمد وعمر وكريم وعلي. هنعمل standard form لل c اللي هو نكتب int main و return تحت مع الاقواس. بعد كده هنعمل print f لل case 1 وهنقول له يعمل print f ل value of احمد اللي هي تساوي الرقم، والرقم ده هي هيطبع لنا هنا قيمة بتاعت احمد. فلما نيجي نعمل run الكود الاولاني هنلاقي ان احمد هنا قيمته صفر اللي هي قيمة default، بس لو انا غيرت هنا قيمة يدويا زي ما انتوا شايفين عملت هنا احمد يساوي 2 ومحمد يساوي 3 وعمر يساوي 5 وكريم يساوي 0 and so on، لو قلت له يطبع لي برضو الفاليو بتاع احمد هنا بقى هيقول لي الفاليو تساوي 2 عشان انا غيرتها يدويا، غير كده هيطبعها لي انها صفر. وبكده نكون خلصنا تاني فيديو في سلسلة شرح سي. لو الفيديو عجبك متنساش تعمل لايك، ده بيساعد على نشر الفيديو وبيساعد الناس تانية اكتر تشوفه، ولو المحتوى عجبك متنساش تعمل سبسكرايب. كان معايا دكتور كود، مع السلامة.